بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وطمنونا دايما على المذاكرة، وما تنسوش دايما الأسئلة اللي بتقف معاكم تبعتوها لنا في الكومنتات، وان شاء الله نجمعها وبإذن الله نعمل لها فيديو خاص بيها. النهاردة بإذن الله هنتعامل مع موضوع مهم جدا، وهو كوزاتيف. كوزاتيف اللي هي السببية، وده الجرامر بتاع. نقول بسم الله ونحاول نقدم كده ايه الشرح مع بعض، نقول كوزاتيف السببية. السببية يا شباب صيغة بتستخدم لتوضح ان شخص يجعل او يخلي شخص اخر يقوم بالفعل بدلا منه، وعشان كده احنا ممكن نسميها السببية او المفعول لاجله. والسببية عندي شقين او صيغتين، ممكن استخدمها في المبني للمعلوم، وممكن استخدمها في المبني للمجهول. اولا بس نركز بقى ايه مع بعض كده، هنشرح الاول وبعدين جايبين شوية اسئلة ان شاء الله نحلهم مع بعض. بالنسبة للمبني للمعلوم، السببية تكوينها بيكون ازاي؟ شخص someone ده اللي هيبقى مفعول لاجله، ده اللي مش هي... اللي هو اللي مش هيعمل حاجة خالص، ده اللي هيحصل على الخدمة معمولة. بجيب بعده verb to have. فيرب تو هاف في زمن الجملة، يعني بتتكلم في المضارع نقول هاف أو هاز، بنتكلم في الماضي بنقول هاد، بنتكلم في المستقبل نقول ويل هاف بنفس الكيفية، ويتنفع عادي خالص نقول دونت ودازنت هاف. يبقى شخص اللي هو المفعول لأجله ده يجعل أو يجيب أو يقنع شخص انه يعمل فعل. الفعل ده بقى ركزوا معايا فيه عشان هو الاختيارات عليه كتير، بيكون ايه؟ مصدر انفينيتيف بس بدون تو، يعني ما نقولش تو كذا، له شكل تاني في المبني للمعلوم. ممكن بدل فيرب تو هاف، شوف نفس الكلام اهو، المفعول لاجله او الشخص اللي هو الفاعل المزيف او صاحب الخدمة اللي هتتعمل، برضو verb to get في زمن الجملة الأصلي، يعني برضو مضارع get، ماضي got، في المستقبل will get. شخص اللي هيقوم بالخدمة هوت، بس هنا الفعل شايفين الفرق، بياخد to والinfinitive المصدر. إما ناخد الشكلين ده هو في المبني للمعلوم وبتجينا في الامتحانات مثلا كده، بس احنا كاتبين جملة على طول. I had my sister، يعني انا جعلت اختي، شايفين الفعل عامل ازاي، make coffee تعمل قهوة. يبقى لما في الامتحان ينقص لي كلمة دي تبقى space فراغ، يبقى انا هختار هنا هوت ايه الفعل في المصدر make، عشان هنا had، واضح انها سببية في المبني للمعلوم. طيب هنا بيقول لي I got، استخدم هنا got اهي، my sister نفس الكلام، بس شوف الفعل عامل ازاي، to make. يبقى الاتنين سببية، انا خليت اختي تعمل لي الشاي، بس شايف الفرق هنا فين؟ خلي بالك، وساعات الاختيارات بتبقى هنا، نختار had ولا got بناء برضو على هنا في to ولا مفيش to. طيب السببية ممكن ان احنا نستخدمها في المبني المجهول، بس هيكون معناها ايه؟ ان شخص اللي هو المفعول لاجله برضو فيرب تو هاف وفيرب تو جيت، جبناهم ليه يا مستر مع بعض؟ علشان مفيش اختلاف في الصيغه، يعني مش هيبقى طريقتين. شوف هو هيبقى الفعل شكله واحد، شخص يحصل على، بس خلي بالك هنا مفعول الحاجه اللي هتتعمل اهي، ونجيب التصريف الثالث للفعل. اطلع فوق تاني كده، كان شخص يجعل شخص يعمل حاجه، لكن هنا شخص يحصل على حاجه
معمولة تصريف تالت، خلي بالنا من الصيغة. فوق أنا خليت أختي تعمل شاي، طب هنا I had my coffee made، أنا جبت المفعول اللي هو القهوة ما جبتش أختي، يبقى I had my coffee made، ممكن أقول by my sister. I got my coffee made by my sister. يبقى الشكل الأساسي في الكوزاتيف السببية في المبني للمعلوم أهو، شخص verb to have أو verb to get، شخص الفعل في المصدر بدون to أو الفعل to والمصدر. في المبني للمجهول برضو السببية، بس بيبقى هنا المفعول، هنا التصريف الثالث للفعل. بنبتدي مع بعض نعمل ايه؟ نعمل اسئلة وانتم يا شباب معايا ان احنا ازاي نحلها. بيقول لي I don't know how to cook، واحد او واحدة بيقول انا ما بعرفش اطبخ، خلاص حطينا في دماغنا لازم السؤال يكون مفهوم، ما بعرفش اطبخ. So I، وجايب لي التكملة، فانا ما بعرفش اطبخ يبقى خلاص، يبقى انا مش هعمل حاجة بايدي. الكلام اللي هو الفعل اللي موجود في الاختيارات الأربعة اللي هو كلمة deliver، deliver اللي هو يوصل، يعني الأكل لما يتوصل للمنازل، يبقى هنا أكيد هجيب سببية، أقول I have delivered food، لأ ده مش شكل السببية اللي أنا أعرفه، ولا I have food delivered، آه ده شكل السببية اللي أعرفه، I اللي هو الإجابة B. طب نكمل كده I have food delivering، لا المفروض ده تصريف ثالث، I get food delivering، لا يبقى الإجابة عندي إيه؟ I have food delivered. في سؤال بيقول لي I am getting my clothes، أنا الوقت بحصل على ملابسي because I cannot do it myself، ما بعرفش اعملها بنفسي، يبقى واضح ان دي سببية. وشايفين الفعل get او الفعل have عادي جدا ان احنا نجيبه في المضارع المستمر، يجي في الازمنة، في الازمنة كلها ما عنديش مشكلة. طيب ما علينا بقى، هنا الصيغة دي صيغة سببية ايه؟ verb to get، وده مفعول، يبقى انا محتاج هنا ايه؟ صح يا شباب، ironed، iron يعني يكوي، ironed، يبقى أنا بحصل على ملابسي بتتكوى دلوقتي، يعني معناها إن أنا مش أنا اللي بعملها، ده حد تاني بيعملها لي. ممكن أذكر بقى أقول باي مثلا ماي براذر أو أي حاجة من دي، يبقى الإجابة ironed. الجملة اللي بعدها wait here، انتظر هنا، and I will، كلمة دي أنا دل عليها الاختيار، انتظر هنا وأنا سوف، someone to help you، وجايب لي have وget ولت وميك. نقول نلقي النظرة كده يا جماعة مع بعض، لو I will have someone يبقى مش هنحط to، لو I will get someone يبقى to، يبقى الإجابة عندي هنا واضحة. طب لما نلقي النظرة على الكلمتين التانيين، برضو كلمة let I will let someone برضو تبقى help، وmake برضو هتبقى من غير to، يبقى هنا الفعل عندي get. شوف الجملة اللي بعد كده، because مروة can't mend anything herself، مروة ما بتعرفش تصلح أي حاجة بنفسها، بسبب كده she، يبقى بنحط في دماغنا إنها ما بتعملش حاجة بنفسها، ما بتعرفش تصلح حاجة بنفسها. الاختيارات اللي عندي اللي هو الرف يصلح، طيب هل هي هتصلح الرف بنفسها ولا هتجيب حد؟ شكلها كده هتجيب حد. طب تعالى نشوف إيه السببية المناسبة هنا، she will have mended the shelf، هي هتكون صلحت الرف، لا ما هي السببية مش الصيغة اللي احنا عارفينها، is getting the shelf mended،
برضه هنا في اي ان جي، مش السببيه اللي احنا نعرفها. طيب will get the shelf mended، مظبوط الاجابه سي، هي سوف تحصل على الرف mended، تصريف ثالث، يبقى ده السببيه اللي احنا نعرفها. My father space me tidy، الفعل tidy اللي هو ينظم او يرتب، my room this morning، هي يعني شكلها كده ايه، شكلها سببية، يبقى بابا خلاني. طيب نشوف كده، مادام هيخليني اختار يا جماعة، يبقى انا هبص للفعل ده هو اللي هو tidy، جاي من غير to، يبقى اكيد انا هروح على هات، تمام، واكيد انتوا شباب بتحلوا زي كده على طول، يبقى my father had me tidy، لان لو قلنا got سامعكم بتقول اه، يبقى got me to tidy. وطبعا has في المضارع، وcaused بالمناسبة، ما هي ما caused فعل عندنا، caused me to، برضو caused من الافعال اللي بيجي معاها to. نشوف الجملة اللي عليها الدور، انتوا برضو بتفكروا معايا. We didn't repair the tables ourselves، كرر معانا النوعية دي، اهم حاجة نشوف احنا بنعمل ولا ما بنعملش. احنا ما صلحناش الترابيزات بنفسنا، يبقى احنا ما عملناش. We يبقى اكيد هنجيب سببية. We had them repaired، ولا we had it repaired، شفت اللخبطة في الحتة دي، الاتنين دول شكلهم سببية، had them علشان tables جمع، انما it بتدل على المفرد، يبقى الاجابة لحد دلوقتي عندي ايه، had them repaired، يعني احنا حصلنا عليهم متصلحين. هنا had repaired them ما تنفعش، لان مش احنا اللي عملناهم، have repaired them برضو ما تنفعنيش. السؤال ده فكرته حلو. During the lockdown، lockdown اللي هي ظروف الحظر يا جماعة، اللي احنا قاعدين في البيوت هذه الأيام بسبب فيروس كورونا. أثناء the lockdown I learned، خلي بالك شوف الجملة الإيحاء بتاعها إيه، وقولوا لي I learned، أنا اتعلمت كذا كذا myself، اتعلمت إيه بقى؟ To have my hair cut myself، ان انا احصل على شعر مقصوص بنفسي، لا ما هو مش بنفسي بقى، يبقى انت ما هي دي سببيه، يبقى حد تاني اللي عملها لك. ولا to get my hair cut، طب ما هي هياها. ولا to cut my hair، اه هي ديت، ان انا اقص شعري بنفسي، يبقى to cut my hair، to cutting لا ما تنفعنيش. يبقوا خلوا بالكم من الأسئلة، اعرف انت بتختار بناء على ايه، فكر في المعنى كويس وراجع قاعدة الجرامر كويس. My father got a carpenter، واضحة the broken door، بدم got a carpenter يبقى سببية معلوم، يبقى to fix، الإجابة سي، شوف كده العين بتروح عليها على طول، لا آسف اهي to fix، to fix my father got a carpenter to fix، لو كانت had a carpenter يبقى fix على طول، تمام يا شباب. طيب نشوف كمان نوعية، انا بحاول انوع في الاسئلة على اساس ان احنا الى حد ما نهضم الموضوع بتاعنا اللي هو السببية او المفعول لاجله. We were made، نحن جعلنا، الفعل ميك لما يكون جاي مبني للمعلوم، يعني وي ميك someone، يعني جاي وراه مفعول، ديت بيبقى معاها الفعل هنا هو بيبقى من غير تو، لكن لما الفعل ميد يجي مبني للمجهول، شايفين شكله مبني مجهول اهو، وير ميد، اوتوماتيك بناخد to والانفينيتيف، يبقى we were made to do the homework again، تمام. نشوف السؤال اللي بعده. I have
got some of the bravest soldiers. يا ريت تركزوا معايا في السؤال ده، فيه لفايه زنطوطه كده. انا جبت بعض من امهر الجنود. وطبعا الفعل جت، يبقى انا المفروض دماغنا كده بتقول تو بريبير، بس خلي بالك من الكلام عشان لو في تكايه صغيره. انا جبت بعض من اشجع الجنود فور ذا ميشن، للمهمه. وكمل الجمله بيوضح لي حاجه، بيقول لي they don't need preparation anymore، هم مش محتاجين اي تدريب، يعني انا حصلت عليهم متدربين. يبقى ده هي سببيه، ده هي سببيه، يا رب تكونوا واضحه او تكونوا فاهمينها. تاني هنا يا جماعه يعلمنا نقرا الجمله كويس، ومفيش مانع ان يكون في تكايه في الجمله، بس احمى، ومش لازم كل حاجه تبقى منطقيه قوي وسهله قوي. I have got some of، وهنا جايب لي انسان عادي، فهنقول تو كذا لو ما كانتش الجملة دي موجودة. إنما هنا بيقول لي هم اللي هم أشجع الجنود مش محتاجين أي تدريبات، يبقى أنا جايبهم جاهزين، جايبهم جاهزين، مش أنا كمان اللي ضربتهم، ده أنا جبتهم متدربين جاهزين. أعتقد الإجابة عندي هتبقى prepared، prepared. والسؤال ده فكروا فيه مرة واثنين وثلاثة. My friend let me، واحنا في مع بعض بنراجع برضه على بعض الافعال. الفعل let يجي معاه الفعل بعد المفعول، بيجي مصدر بدون to. My friend let me use his mobile phone. بالمناسبة الفعل let لما بنيجي نحوله passive مبني للمجهول، يعني لو قلنا مثلا the mobile، آسف، I was allowed، لو I was allowed to use my friend's mobile phone. I وجملة انتهت بالنقط دي. هنا السؤال ده تخلوا بالكم معايا، بيقول لي I repaired it myself، يعني أنا اللي عملت، أنا اللي صلحتها بنفسي. يبقى نخلي بالنا من الكلام، أنا اللي صلحتها بنفسي، يبقى أنا مش محتاج سببيات خالص. I didn't repair the car، هل دي تتناسب؟ لا، ما أنا صلحتها يبقى دي مش هتنفعني. طب I didn't get the car repaired، يعني انا ما جبت، انا ما حصلتش على العربيه متصلحه. اه مظبوط، الشكل ده يبقى اه مظبوط، ما هو انا اللي عملتها، يبقى انا مش محتاج سببيه. بقيه الكلام I got someone to repair ولا I had someone repair؟ لا، يبقى الاجابه بتاعتي didn't get the car repaired. أشكركم على حسن استماعكم، بالذات الطلبة المواظبين على المحاضرات اللي بنزلها، في طلبة وغالبا غالبا معظمكم يعني طلبة محترمين بيحبوا يدخلوا فعلا القنوات، وهم مقدرين المجهود اللي بيقوم بيها الناس، لان ديت ما هياش إلزام علينا يا جماعة، ده ديت مساعدات لحضراتكم، تمام كده. فاحنا بنحاول ان احنا كل مدرس بطريقته بنحاول ان احنا نقدم اي مساعدة ولو بسيطة علشانكم. اتمنى لكم التوفيق دايما، ونشوف لو لكم اي اسئلة نشوفها في التعليقات. وتحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.